اسمح لي معالي الرئيس، حقيقة أتقدم بالشكر لسعادة النائب قراطة أحمد قراطة لاهتمامه وحرصه على الاستيضاح عن مسيرة مجلس التعاون، ونأكد لسعادته بأن مملكة البحرين تقدم كافة الجهود في دعم هذه المسيرة المباركة. هي عمق اقتصادي، سياسي، أمني، اجتماعي لمملكة البحرين. وأطمنك الله يسلمك وأدعوه حقيقة سعادة النائب أن يرجع إلى الإحصائيات المقدمة والمرفوعة من مركز الإحصاء الخليجي، فيه المعلومات كاملة. تطرق سعادته إلى التبادل التجاري، فطويل العمر الأرقام تتحدث. ابتدينا في عام 1995 بجمع الإحصائيات، كان التبادل التجاري حوالي 6 بليون، اليوم وصل إلى 140 بليون، 140 مليار. يعني البحرين ابتدت بحوالي 426، اليوم وصل في مساهمته في التجارة البينية إلى ما يعادل 8 مليار. فالإحصائيات والأرقام واضحة. بالنسبة عن الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، بالعكس ابتدت وماضيين فيها، والآن السوق الخليجية المشتركة معترف فيها، وعندنا الاتحاد الجمركي ماشي، نحاول أن احنا نطوره صحيح دائما، وهذه عملية نمو وارتقاء لكل المنظمات الإقليمية في كافة أنحاء العالم. التوصل إلى التكامل المنشود هذه عملية مستمرة ابتدينا فيها. لو تزور أو تشوف الاتفاقية الاقتصادية الله يسلمك، بتلاحظ أن هي أيضا تطورت من عام 1981 إلى عام 2002، وصدرت الاتفاقية الثانية فيها 10 محاور. مملكة البحرين دائما في رؤية مملكة البحرين أن احنا نسعى إلى المواطنة الخليجية الكاملة، أي أن المواطن الخليجي يحظى بكل الميزات وامتيازات السوق المشتركة والاتحاد الجمركي في كافة المجالات، وعشر محاور واضحة في الاتفاقية الاقتصادية. فبالعكس الله يسلمك، وأنا يعني حقيقة أشكركم على حرصكم ودعم حقيقة مجلس النواب لهذه المسيرة مهم، ولجهود مملكة البحرين مهم جداً لتحقيق التكامل المنشود، واللي يسعى لحقيقة كافة مواطني دول المجلس.